لا إله إلا الله.
يا سيدنا يا الله يا الله يا الله.
Oh.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد النعيمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الاخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين، اللهم صل على سيدنا محمد في المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا أقوى الحياة. اللهم إنا نبتك ونتوسلك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى يا رحمن يا رحيم يا حميد يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك يا الله بحبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك يا الله بأوليائك يا الله ونأخذ بأوليائك اللهم أنت اغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا يا الله وتقضي حوائجنا يا الله حوائج الدنيا والآخرة وتشفي مرضانا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا مسيرا إلا يسرته ولا حاجتنا حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت يا رحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الإذن وخير العمل وخير الثواب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مشرف القلوب شرف قلوبنا إلى طاعتك، يا معلم آدم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وعافنا السبب. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مريما ربنا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.